عشرة القرارات المتخذة لعصرنة وتطوير أداء القطاع الفلاحي وخلق تنوع في الإنتاج والإسراع في وتيرة المشاريع الفلاحية تواجهها جملة من التحديات تعيق سيرورات البرامج الحكومية في هذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه كثيرا في خلق الاكتفاء الذاتي وتنويع الصادرات. الأمن الغذائي تاع البلاد راه مرهون من السوق العالمية اللي هو بروحه إلي ديزيكيليبري. لو سيستيم مونديال دو لاليمونطاسيون راه ديزيكيليبري من الكوفيد بعد من لا غير دو لوكران. وحنا ليسونسييل تقريبا لاليمونطاسيون تاعنا دو غروند كونسوماسيون الحليب لي سيريال الزيت السكر وكامل الحوايج هذون 100% تقريبا في 100% امبورتي، بما ان لي مويان ديكزيستونس وسائل المعيشه هي الارض الماء ولو سافوار فير تاع الانسان راهم مرهونين من طرف السياسات اللي ما رايش اللي بروتيج با. اعتماد بعض الفلاحين على الطرق القديمه في الزراعه والسقي وعدم توفر مكننه عصريه تضاف لها بعض العراقيل للحصول على اليات حديثه للسقي العقلاني وغيرها، مشاكل تؤخر بشكل كبير في تنويع الانتاج الفلاحي والنهوض بهذا القطاع الهام. الجانب التطبيقي فما زال الأمور تمشي ببطء، وبالتالي نتمناو من الوزارات المعنية، لأن القضية ليست قضية وزارة واحدة، فتضافر الجهود قد يؤدي بنا إلى الإسراع حتى نوفر كل الإمكانيات خاصة فيما يتعلق بقضية العتاد، لأن لا نستطيع أن نطور فلاحة عصرية بدون عتاد، سواء عتاد عتاد متعلق باستعماله في الأرض الفلاحية أو عتاد الري أو عتاد المتعلق بالصحة الحيوانية. كل العتاد المتعلق بالقطاع يجب علينا أن نكون في المستوى المطلوب. تطوير وعصرنة الفلاحة من خلال إصلاحات هيكلية كتشجيع الاستثمار الفلاحي وتوفير العقار ورفع العراقيل في مجال التمويل وتوسيع الكهرباء الفلاحية من شأنها أن يعكس إيجاباً على القطاع الذي يساهم بنحو السدس من الناتج الوطني الخام.